مشاهدي شبكه ان تي ان وقناه ناين لايف في كل مكان، بنصبح على حضراتكم، نبتدي معاكم يوم جديد وحلقه جديده، حلقه يوم الخميس 15/3. يا رب يكون يوم جميل ويا رب يكون صباح اجمل. صباح الخير يا عايده، صباح الخير يا فادي، صباح الخير، اخباركم ايه؟ صباح الخير يا فادي، صباح الخير على كل مشاهدي شبكه ان تي ان، مشاهدي ناين لايف. فقرات كتيره، هنتكلم في مواضيع كتيره النهارده. طبعا فادي لازم ياخد فرصته يصاحب حضرتك. اتفضل. صباح الخير على كل مشاهدينا لايف، يوم الخميس، نهايه اسبوع، يا رب تكون نهايه اسبوع سعيده على كل المصريين في كل حته. ويمكن اخبار مرشحي انتخابات الرئاسه هو ده الخبر بتاع نهايه الاسبوع، والطرائف اللي بتحصل فيها، خصوصا المرشح اللي كان رايح يرشح نفسه وقعت منه باكيته بانجو. طبعا حاجات مضحكه جدا هنفتكرها وهنتكلم عنها بالتفصيل. ده هيلاقي ناس ترشحه، ده على فكره ده ليه جمهور الراجل ده ليه جمهور كبير على فكره. فعلا الحقيقه انه مواضيع كتير جدا، هنحاول على قد ما نقدر النهارده نكون بنتكلم معاكم في كل المواضيع اللي تهمكم. هيكون معانا طبعا في البدايه فقره الصحافه مع الصحفي الاستاذ اشرف بربري رئيس القسم السياسي بجريده الشروق. بعد كده هيكون معانا فقره عن يوم المراه المصرية، ودي هتكون مع أستاذة ناهد حمزة نائب رئيس تحرير الأخبار. خليني أكلمكم عن فقرة من فقرات العزيزة إلى قلبي النهاردة، مش بس عشان ضيفها عزيز إلى قلبي الكاتب الصحفي الأستاذ لويس جريس، بس كمان عشان الموضوع اللي هنتكلم فيه بعتقد ده من الحاجات اللي بقي لنا ننقص بيها مجلس الشعب في ظل العبث اللي بنعيشه في جلسات مجلس الشعب، في ظل الاستجوابات اللي هي مش فاهمينها، والتصويت اللي على حاجات غريبة وهي والهيصة اللي احنا عايشين فيها دي. بعتقد انه الاقتراح اللي هنتكلم فيه النهاردة ما كانش اقتراح جديد، بالعكس هو اقتراح بيرجعنا لحاجات كانت موجودة قبل كده في التاريخ المصري، وهو السكرتير البرلماني او السكرتير البرلماني. هنتكلم مع ضيفنا استاذ لويس جريس النهاردة عن السكرتير البرلماني، فياريت نفتح مخنا كده مع بعض ونفهم، وانا حاول افهم منه. بمناسبة مجلس الشعب امبارح دكتور سعد الكتاتني عرفنا انه كان في مستشفى، في احد المستشفيات الكبرى يعني، في 6 اكتوبر، وقعد هناك تقريبا 6 ساعات، كان بيعمل زي تشيك اب لانه الحقيقه عنده حاله من الارهاق، وده كان التقرير الطبي اللي طلع في الاخر. عامه سلامته، بس يعني نتمنى انه يكون الارهاق ده بنتيجه، ما يكونش الارهاق ده بلا نتيجه. ده غير انه هيكون معانا فقره مهمه جدا في نهايه اليوم هنتكلم فيها عن خبر من اهم الاخبار، وهو عرض نزلاء ترى للتصالح. النظام السابق الموجود في ترى، الناس هناك بعتين رسائل ان هم عايزين يتصالحوا ويردوا الفلوس. طبعا الكلام ده ما بين مؤيد وما بين معارض، انه هل الفلوس رجوعها افضل لينا ولا ان احنا ننتظر لغايه ما الاجراءات القانونيه ناخدها. هيكون مشرفنا ضيوفنا الكاتب الصحفي استاذ محمد علي خير ودكتور نبيل حلمي استاذ القانون الدولي بجامعه الزقازيق، هنتكلم معاهم بالتفصيل. لكن خلونا نروح نبتدي فقراتنا بالصحافه بعد الفاصل. عندنا كمان تقرير بس لازم